ثم أسأل الطلبة المرة الثانية، وأحدث من سؤال ابن صالح من أنطار زين، وأشفنا المعطيات اللي طلعنا المفروض يعني القاعة التنسيقية وسقوط القاعة التنسيقية 16 إلى سقوط القاعدة 8 وارتفاع المفروض يساوي 24 و يصف في ساعة واحدة 5 بينما يعني يتسرب المستهلك بالمقاعد. علما ان انقى ستايل اتش يساوي 12 لحظة يكون انقى ستايل 12 الى 7. بمعنى جاب كلمة معدل، كلمة معدل معناتها مشتقة بالنسبة للزمن زين، هذه الفائدة. بس انا ما عندي التغير بالاتش والتغير بالار كله ما عندي زين، عندي فقط التغير بالحجم. اذا لازم يصير عندي الدائرة اللي هو ايضا جد معدل التغير بالعمق، يعني التغير اللي المطلوب يتجاوز دي اتش على شنو؟ على دي تي زين. اذا لازم الداله مالتي هاي كلها تصير بدلاله اتش، هذه الداله مالتي كلها تصير بدلاله اتش. شلون راح اسوي دلاله اتش؟ اذا شوف هذا الشكل، هذا المثلث المثلث هذا ال ويا اتصال منو؟ هل جاوب زياد؟ هلا بحي الدولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبارك فيك يحفظك الله بيدي، يعطيك العافية. الله يسلمك. الله يسلمك. عندي سؤال حل المعادلة. ثلاثة إكس. ناقص واحد. ناقص واحد. بعدين قرسين. بعدين قرسين. مضروبة بواي فتحة. مضروبة بواي فتحة. يساوي. يساوي. اكس زائد واي. اكس زائد واي. هذا ما يقول حل المعادلة، حل حيدور يجيب مجموعة الحل، الحل العام للمعادلة، هيك يقول السؤال تكتب. ايش مكتوب الإنسان بالكتاب؟ جد الحل العام للمعادلة التفاضلي. لا فكر في حل المعادلة. يلا. هاي مثال. بعد. جد بصورة تقريبية. جد. بصورة تقريبية. واحد على 101. واحد على 101. تأكدوا هذا السؤال في ولا واحد قبل خلق فيها في السيارة وما تقدر تحله، لكن حله يا أستاذ. من اللي تحله؟ أستاذ ما بلغ كيف هو ما حليته. أي هالشكل في حدا بيستوعب ولا يتحدى. الأول والثاني؟ أي طبعا. أي ثلاثة. على كم؟ بس الأول. بس الأول في الدبل. ثلاثة. قول. إيه؟ لازم تتعلم تتمكن من ادواتك المجسمه والرياضيات اللي عباره عن كتاب واحد. يعني اللي درسته بالخامس هو مطلوب من عندك كلية السنة. هو مطلوب من عندك السنة. فاللي بدا دراسته سابقا لازم تعرفه حتى تقدر تشتغل، يعني تعرف شلون تشتغل مستوي، تعرف شلون يعني هاي المستوى شنو علاقة مستوى بمستوى آخر، كل هذه الأمور لازم تكون أنت مقتنع يا ما تقدر تحفظ المستوى عندك سهل. تمام؟ هذا في نجي هنا نحن نحتاج إلى معرفة المطلوبة عند الجاد مقدار تغير بالعمق، لأن العمق هو مقدار الأشياء. إذا المثلث أي بي سي وأي بي بي إف في المثلثية، في المثلثية أي بي سي و اي اي اف المتشابهان ينتج من هاي العلاقه التشابه تناسب راح يصير اي بي كبير على اي بي يساوي بي سي على اي اف. نجي الاول اي بي، اي بي هذا هو ارتفاع ويسار رجلين 24. اي اي هذا هو ارتفاع السائل المطلوب ويسار رجلين فاضي اتش يساوي بي سي 20 اي اف اللي هو اسم القطع القائم في مخطط ويسار العام. هذه العلاقه نطلع اتش او ار زائد اتش حتى نعوضها. شو اسمها عندي؟ 8 اتش يساوي 24 اف. اذا نطلع ار يساوي 8 اتش على 24. إذا R يساوي
لا هذه محاولة أولية بالدايت نفس الشيء اللي راح نشتغل عليه نبتدي بالتين يساوي ثلث هاي وفوكال هاي تربيع اتش على كلاسر زين الكل تربيع في اتش وبالتالي جي يساوي ثلث هاي هذا حسب مباشرة يعني اتش تكعيب على كلاسر الانتريك يساوي واحد على تسعة فاي اتش تكعيب ويستقر في اتش يساوي واحد على ثلاثة فاي اتش تربيع في دي اتش ونستخدم أفضل في إكسرح التغوية في دي على دي تي أش بعد هو عندنا دي بي على دي تي نعم دي يرسل يصف في إسلام البيع على شباب يصف في إسلام معدل خمسة ويتقرب من هو يعني دي بي على دي تي مع دي تي على دي تي يساوي خمسة ناقص واحد يعني هو يساوي مثلا أربعة ويساوي ثلث وكان اتش 144 زين في دي اتش على سيرو على دي زين ونقدر نعمل البسط ونوجد قيمة شنو؟ نبسط ونوجد قيمة دي اتش على دي تي ونوجد القيمة ونعيد المشتق هذه هي الدولة من الريت يستخدم في مشتقات تي في على تي في لأن أقل يستخدم اسم الفرق شو يساوي؟ ثلث في واحد على تسعة شو يساوي؟ يعني ثلاثة في واحد على تسعة فاي تشتري هذا في تي اتش على شنو؟ على تي في عند الدي في على تي في دي في على تي في هو يعني فرق اللي يصطاد خمسة ويروح يصير عندي واحد إذا شو يسوي؟ خمسة ناقص واحد إذا تي في على تي شو يسوي؟ أربعة ثلاثة مية تسعة عشر واحد على ثلاثة فرق إيش تربية شو يسوي؟ مية وأربعة وأربعين إلا واحد في دي إتش على شنو؟ على دي من هاي الدلالة نقدر نبسطها ونقدر نوجد دي إتش على دي تي ونوجد مقدار التغير بأو زين يعني يعرفوا عن يعني نستخدم يشتغل ويتبسط زين الان راح نحل السؤال ايضا على الفصل الثالث يقول سؤال عربي سمر امين يقول علبة اسطوانية علبة اسطوانية الشكل مفتوحة من الأعلى وياها اتصال من المنزل وعليكم السلام على حبيبتي النجدي من وياها؟ سالي سالي هلا بسالي وهلا بأهل البصرة أستاذ عندي سؤال بالتكامل. إيه قولي بدك تسأل. هذا سؤال 13 صفحة 209. الله عليك. شو يقول السؤال؟ شو فيها؟ أستاذ تتحرك نقطة من السكون. تتحرك نقطة من السكون. وبعد في ثانية. وبعد في ثانية. من بدء الحركة أصبحت. من بدء الحركة. أصبحت سرعتها سرعتها 100 تي ناقص 6 في التربية تمام سالي؟ نعم سالي أوجد الزمن اللازم لإعادة النقطة أوجد الزمن اللازم لعودة شنو؟ النقطة دي وين عودتها؟ إلا موضعها الأصلي موضعها الأول هذا هو ثم أحسب التعديل التعديل صح سؤال ثاني
سؤال ثاني. لا لا يعني هو عنده وجهة كمان. نفس أي سؤال عندك. بس ثاني 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 ثاني. بس معلش بس ممكن تنصحي التلفزيون. اسمعي شوية لو حياتي سمعتي صوت التلفزيون كافي هسه نحكي بالسؤال الثاني. طيب يعني المجسمة كان في أي أسئلة؟ طبعا مو بالكتاب لو خارج الكتاب مكتوب على صفحة بدون حق. لا بالكتاب. خلص بالكتاب كله مطلوب. شكرا أستاذ. لا 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 لا. سؤال سامع. هل أسطوانية الشكل مفتوحة من الأعلى؟ سعتها 125 باي سنتيمتر مكعب. جد أبعادها عندما تكون المساحة المستخدمة في صناعتها أقل واحد. شوف هذا السؤال على التطبيقات على الحياه العظمى والصغرى. نقرا السؤال على الناكو يقول هل بصواحي قطعان الفكر من يعطيني الفكر انا المطلوب من عندي انه لازم اعرف شنو خواص هذا الشكل واعرف هذا الشكل من عرفته لازم اعرف شلون ارجع مسافته الكليه، لازم اعرف شلون ارجع مسافته الجانبيه، لازم اعرف شلون ارجع حجمه، شو تعلق بالشكل؟ شو تعلمت من هذا الشكل من خلال دراستك اريد ان اكسر وانا ما راح اتذكر فيها بس هذا هو المطلوب من عندنا. يقول عندنا اسطوانيه في الشكل، عندنا اسطوانيه الشكل مفتوحه من الاعلى، هنا لازم ننتبه احنا هنا في الرياضيات عندنا يعني ما نحكي الاشياء مع احترامنا لاساتذتنا وزملائنا في اللغه العربيه، يعني كل كلمه لها معنى لها معنى ولازم تنتبه عليها. هاي العلبة الاسطوانية بشكل مفتوحة للأعلى يعني كم قاعدة؟ قاعدة واحدة القاعدة الثانية مفتوحة. طيب سعتها شنو معنى سعتها؟ سعتها 125 فاي هذا العلبة سعتها 125 فاي معناته حجمها 125 الحجم معناته 125 جد ابعاد اريد ابعاد هاي الاسطوانه عندما تكون المساحه المستخدمه في صناعتها اقل ما يمكن بشرط انه تكون المساحه اذا الداله نعم الباطن هي المساحه الكليه الداله هي المساحه الكليه مين شو حرفتها مستوقف كلمه اقل تكون المساحه المستخدمه في صناعتها اقل لازم المساحة الكلية في نهاية العلم الصفر معناها لا هو المساحة الكلية يا شباب ارجع اوكي المساحة الكلية راح اكتبها تساوي المساحة الجانبية زائد المساحة القاعدة بما ان انا عندي قاعدة مفتوحة فامسح مساحة القاعدة فيها وشو اقول؟ مساحة قاعدة المساحة الجاذبية أيضا أذكرك بها المساحة الجاذبية لأي شكل منقطع شو يساوي؟ محيط القاعدة في الارتفاع أي مساحة جاذبية لأي شكل منقطع يعني فوق مثل الجو ما مختلف المساحة الجاذبية تساوي محيط القاعدة في الارتفاع نفرض أو نفرض قطر قاعدة الاسطوانة زاوية الأرض ونفرض أن ارتفاع الاسطوانة يساوي من قطر القاعدة الاسطوانة قاعدة تشتاش في الأرض دائرية إذا المساحة الكلية المساحة الجانبية تبدأ ترجع محيط القاعدة محيط الدائرة أيضا نكتب فيها محيط الدائرة شو يساوي؟ القطر هي النسبة الثابتة والمساحة
مساحة الدائرة شو يساوي؟ نصف القطر في التوصيل التربيع في النسبة الثانية. هذا كل الحكي اللي كتبت لك اياه سبق، كل هذا الحكي اللي كتبنا لكم اياه، هذا لازم يكون عندك موجود. موجود عندك من معلوماتك السابقة وايضا ذكرنا فيه. نجي نحسب المساحة الكبيرة، توتال تربيع. شو يساوي؟ المساحة الجانبية. محيط القاعدة. القاعدة شلون شكلها دائري؟ القاعدة شلون شكلها؟ القطر يعني فيها فاي في ار. هذا هو القطر. محيط القاعدة في الارتفاع، عندك طبعا الارتفاع في اتش. هذا هو محيط القاعدة في الارتفاع، هذا هو في المساحة الجانبية. الزائدة. مساحة القاعدة واحدة، القاعدة إذا فاي ار سالب. هذه هي الدائرة اللي راح نشتغل عليها. أضافت هاي الدالة بما أنه قلنا السرعة من أقصى الوسط، هاي الدالة يا شباب بها كم متغير؟ بها متغيرين اللي هو R و H. إذا لو نتخلص من R لو نتخلص من H. نحن نحاول الاستفادة من معطيات السؤال. نحاول استفاد من معطيات السؤال. شو نطي من السؤال؟ شنو اللي عندي الفرق؟ نطي سعته. نجي نسأل. نكتبها مذكره استعاره من حجم هذه احنا بدنا نشرح لك بعد ماكو مجال عندنا هاي خلينا نفتح البرواز لان هذا قلت حجم الاسطوانه يساوي مساحه القاعده في الارتفاع اي حجم هنا في مساحه القاعده في الارتفاع هذا قانون حجم الاسطوانه. ايش قد نطيق بحجم؟ 125 باي يساوي لنا باي على سالب في اتش. تجي تكمل من هنا باي في باي روح 125 يساوي لنا على سالب في اتش. لو تتخلص من اتش وهنا انا مره بتزيد او فعلا لو من ار طيب اتش انا اذا اتش يساوي 125 على ار تربيع وهذا على الاول وين الدوله الاصلي اللي هي هاي راح يشتغل فالتوتال اريا شو يساوي؟ مي فاي ار وكم اتش شو راح اخليه؟ 125 على ار تربيع راح ابسط لك اياها التوتال اريا شو يساوي؟ يعني 125 في 2 راح يصير 250 باي على 1 يعني في ار استايل 1 فاصبر صعدنا نعم تصدق تربيع وياه صعدنا صار ار استايل 1 زائد باي ار سالب هذه الزائده راح نشتغل عليها وفيها متغير واحد وهو ار نستقبل ذات الآن نحاول توتر عندي مستقبلها سالب 250 باي على سالب واحد يعني سالب 2 زائد 100 باي نستعمل مستقبل الصفر صفر في سالب سالب 250 باي ونزل الآن على تربيع زائد 2 باي نوحد المقامات صفر في سالب زائد 250 باي وضعت عندي ار تربيع هاي مثل زائد 100 باي راح استدعي وسط يقطع الطرفين صفر في سالب زائد 250 باي زائد 200 باي راح استدعي ننقل اذا 200 باي ار تربيع يساوي 250 باي اذا ار تربيع يساوي 250 على 2 باي 250 باي ويساوي لنا باي في باي راح يساوي لنا ار تكعيب يساوي لنا 125 احنا ما نريد ار تكعيب نريد ار اذا منا راح نستخدم ار يساوي لنا 5 سنتيمتر هذا نصف قطر قاعدة الاسطوانة زين طيب اريد جدا بس تكون جدا بعاد هذا نصف قطر اتش ايش راح نرسله؟ اتش يساوي لنا بس تقول يساوي لنا 125 على ار تربيع ويساوي لنا 125
على 25 وليس على 25 سنتيمتر، وكون وجدنا أضعاف الأسطوانة اللي هي على 28 نجي هسه نحل سؤال زي زيادة. المعادلات التفاضلية لو كمل حتى الفصل الثالث يعني كان ناخذ بالسؤال واضح من المكتوب. إذا أربع دقائق بعد راح نحل السؤال الثاني ما زين حتى يكفي. زين زيادة بكمل هذا السؤال كيف بصورة تقريبية 1/101 شوية هذا سهل سؤال سهل جد بصورة تقريبية 1/101 هنا اللي يقول لك جد بصورة تقريبية اكو مجموعة من الخطوات سهلة اول شيء اكتب دائرة تشبه الدائرة الأصلية شو راح نقول لك؟ رسم الحي يساوي لنا 1/حي بشرط حيث اي العدد اكبر اوجد الحي يعني انكسر هاي اي نصرها بي واوجد قيمة هاي الدائرة صفر ويساوي صفر صفر واحد من مئة وضع وزنها ثانيا هذه أول ثانيا نجد اتش اتش يساوي الفرق بين القيمة القدرة والقيمة الأصلية القيمة الأصلية هي واحد ناقص القيمة المطلوبة مئة إذا اتش راح يساوي الزيادة واحد وجدنا قيمة اتش ثالثا نستخدم دائما المفروضة ونوجد قيمتها نستخدم دائما المفروضة ونوجد قيمتها يعني أفرض بالأي يساوي الأي بالسالب واحد أشتقها أف برايم بالأي يساوي السالب أي بالسالب اثنين ويساوي السالب واحد على مية على أي سالب زين أف برايم بالأي أف برايم بالمية يساوي السالب واحد على مية سالب يعني أربعة صفر ويساوي السالب صفر 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 واحد هذه قيمة الدالة المشتقة خطوة رابعة نجد مقدار التغير اللي هو نحسب الحج أنت طالب بالمية مقدار التغير الفرق اتش ايش يطلع لنا واحد أنت طالب بالمية سالب صفر 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 واحد ويساوي سالب صفر 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 واحد هذا هو اتش اف برايم اي مقدار التغيير الان نوجد المقدار بصوره تقريبيه افرض من اي زائد اتش يساوي تقريبا افرض من اي زائد اتش اف برايم ويساوي تقريبا افرض من اي شنو جدناها صفر صفر واحد اتش اف برايم سالب صفر 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 واحد لا تنسوا هذا اكبر من هذا يا شباب لا تنسوا الصفر اذا هو يساوي لنا تقريبا يساوي مراتب حتى لو واحد صفر صفر ناقص صفر 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 واحد يساوي لنا تقريبا 10 الى 1 تسعه بعد تسعه تسعه صفر 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 هذه وجدنا القيمه التقريبيه لواحد على 100 وهذا يكون السؤال زيد بن نصر الزيادة حتى نجمع حتى أسئلتنا ولا في نفس المثل هذا يعني حتى إذا أكون مدرسين آخرين ورا ممكن يكمل الآن أصبحوا يا شباب ناخذ فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل إن شاء الله.